مساء الخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل صوص الفراولة، ده هنشيله عشان رمضان، عشان اللي هي التقليمات بتاعتنا للحلويات. والفراولة الايام دي سعرها حلو قوي، والصوص ده يقعد معانا شهر كامل من غير ما يحصل له اي حاجة، طالما محطوط في الفريزر في برطمان نظيف ومحكم الغلق. اول حاجة هنحتاجها اللي هي نص كيلو فراولة، نص كوباية سكر، نص كوباية مية، ليمونة، معلقة كبيرة نشا. اول حاجة هنعملها هنضيف الفراولة مع نص المية على النار. ضفنا الفراولة وعليها نص كمية المية، وهنسيبهم يغلوا كويس قوي. هضيف النشا على المية ادي الفراولة غليت ونزلت هي كمان مية، هنضربها في الخلاط بعد ما نضيف عليها النشا بتاعنا. والسكر هقلب واحط كل ده في الخلاط وهضربه وارجعها تاني على النار 5 دقايق بس. هنصفي الصوص بتاعنا. صفينا الفراولة بتاعتنا وهنرجع الصوص تاني على النار ياخد غلوة، وبعد كده هنطفي عليه ونعبيه ببرطمان بس لما يبرد. هنضيف عصير الليمون قبل ما الصوص بتاعنا يغلي. الصوص بتاعنا غلي، ولو احتاج شوية مية ممكن نزوده، بس اهم حاجة يبقى عندنا سمك زي ده. هطفي عليه واسيبه يبرد وبعد كده اعبيه. الصوص بتاعنا برد، هعبيه في البرطمان، والمفروض يتحط في سوسيرة بس السوسيرة اتكسرت فهحطه في اللبانة علشان هعمل ايس كريم. هي المطلوب بس يعني من اللي هي من الموضوع ده كله ان يبقى الفواهة بتاعتنا شكلها كده عشان نعرف نتحكم في اللي هي في الصوص. عبي. غلفناها وهنا غلفناها بالفم وهنغطيها وهنسيبها تقعد معانا دي لمدة شهر واكتر في التلاجة. دي كانت الوصفة بتاعتنا النهاردة اللي هي صوص الفراولة، اتمنى انتوا تجربوها. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتتابعونا كتير، علشان ان شاء الله كل يوم في رمضان هنعمل وصفة جديدة، ودي اول حاجة هنشيلها من وصفات رمضان بتاعتنا اللي هي التجهيزات المنزلية مش الحاجات اللي احنا شارينها. والصوص ده انا هستخدمه ان انا عاملة ايس كريم فراولة، ممكن نستخدمه بعد الفطار طبعا كنوع من انواع الحلو الخفيف بالنسبة لنا في رمضان. وكل سنة وانتم طيبين.